قد سمعت عن الكليات التطبيقية؟ هي مبادرة جديدة أطلقتها وزارة التعليم، كليات تطبيقية بأعلى مستوى من الاحترافية والجاهزية. تتميز هذه الكليات بأنها تقدم كثير من التخصصات اللي تناسب أي طموح، وتوفر لك هيئة تدريس مختارة بعناية تضمن حصولك على تعليم من شخص متمكن. يميزها بعد أنها ما تقدم لك دبلومات معتمدة وبس، تجهزك بشكل كامل لوظيفتك من خلال مناهج متطورة تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته. يعني اللي تدرسه اليوم راح تطبقه بكرة، وفوق هذه المناهج راح تكسب مهارات تزيد من رغبة سوق العمل فيك، مثل اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل، شهادات احترافية، بالإضافة للخبرة العملية اللي راح تفيدك من أول يوم عمل. أتوقع الآن عرفت عن الكليات التطبيقية، أعرف أكثر من خلال مواقعها الإلكترونية.